حرب العصابات. coming to fight me. ايه تقول المدينة هذه تسعنا كلنا يا ابن الحلال، ما يحتاج إراقة الدماء، بس اذا انت تريد إراقة الدماء فانا جاهزة. شوف النظرة، بس شوف النظرة، واضح انها جاهزة، هي شعرها هذا. you regret this، بتندم على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا في بانر لورد 2 تحت قصف القلاع للمملكة الجنوبية هجوما على مملكة العرب أو مدينة العرب الحالية بوسترم اللي خذناها في الحلقة الماضية من المملكة. للحين كمرتزق معاهم لين ما أضبط وضاعي ويبدون يعطوني قلاع، يضبطون وضعي، يعطوني مدينة، يقولوا لي هذه حقك، وتكون هذه النقطة اللي نقطة البداية لمملكتنا العظيمة بإذن الله في هذا الماب الكبير اللي راح طبعا نسيطر عليها بكل ثقة. المهم قبل هذا كله، مثل ما تلاحظون يا شباب كل شيء بالانجليزي حاليا، حدثت إلى آخر إصدار في اللعبة اللي هو 1.80. هذا حاليا بيتا مثل ما تشوفون، لكن يا شباب حجم هذا يمكن 16 مدري 20 جيجا، اصلاحات، كراشات كثير. يعني اللي طلبوا مني اللغة العربية صراحة اتوقع 6 حلقات تقريبا، نص حلقات السلسلة اعطيتكم باللغة العربية مثل ما طلبتوا، ان شاء الله هنا ارضينا الجميع. واللي حاليا يطالبوني باللغة الانجليزية او اللعبة الاصلية سادة كذا زي ما هي من غير مودات، هذا الحين راح نكمل بإذن الله السلسلة فيها. طبعا راح يفيدني هذا الشيء بتحسين سلاسة اللعبة بشكل جدا كبير، ما راح أدخل في تفاصيل التحديث اللي حاب يقراها. وفي إضافات حلوة، يعني شوفوا عندكم أدد فور باتل سين، يعني فيه مشاهد سينمائية كذا تكون في وسط المعارك، غير أنه فيه 6 نيو تاون سين، مشاهد داخل المدن. وعندك إضافات لجنود العرب مثلا الشولدر بيس، الدرع اللي يكون على الأكتاف، أمور كثير، تفاصيل كثير يا شباب. حرام صراحة أنني أختم هذه السلسلة من غير لنشوفها ونستمتع بالأمور هذه اللي ضافوها في آخر التحديثات. وأنا بنفسي سويت تجارب وصراحة شيء يا شباب فرق السماء والأرض، والله أني ظالم نفسي يوم كنت ألعب بالإصدار القديم من ناحية السلاسة وتقطيع اللعب. طبعا التحديث فيه له تطوير لطريقة القتال، الكومبات، أمور كثير، تفاصيل كثير، وإضافات أسلحة كروسبو وغيرها من الأسلحة. وعلى جانب الحصار صلحوا أمور كثير لعلنا حنا ما نعرفها للحين، حتى أنك ما تواجه هذه المشاكل أصلا. وعندك كلان أند بارتي تحديثات، أنا بمر لكم على السريع، اللي حاب يقرأ ممكن أنه يوقف المقطع ويشوف. شوفنا في التجارة سوى تحسينات كثير، والكرافتينج، شوفوا كمية السطور اللي موجودة الستلمنت، عندكم الكوست ومشاكل الكوستات، وهنا المحادثات مع الام بي سيز في اللعبة، وهنا تعديلات على الموسوعة الكبيرة وغيرها من الشغلات. وفي الملتي بلاير طبعا عدلوا لهم امور كثير، بس حاليا الملتي بلاير هذا ما يهمنا. طبعا الشيء المنتظر بالنسبة للمودات انه يفتحون الوركشوب في الستيم. هذه كانت نظرة سريعة عن المود الأخير، والمعذرة من كل من طلبني أني أستمر باللغة العربية، لكن حنا تقريبا وصلنا يعني لا يقل عن 20% من اللعبة تقريبا و 30% وفهمنا مسار اللعبة. بالعكس أشوفها نقطة جميلة أن بدينا بالعربي وخذنا نظرة عن أغلب الأمور، والحين حتى بسهولة ممكن نتعرف عليها بالإنجليزي. المهم الحين يقول لك while you are resting، وانت جالس تستريح من الحرب الأخيرة اللي هي هجومك على هذه المدينة، سمعت أخبار عن قوة جايه من الأوروس وحاليا واقفين يحاصرون المدينة من برا. يعني تخيل نفسك من بعد الحرب تقول يا الله يا كريم، ويجيك هذا الخبر الطيب ان الجماعة متحبسين لك برا ومحاصرين المدينة وما في غذاء يدخل للمدينة. عندي خيارين، يا اني احاول الهروب من المدينة او اني ادافع عن هذه المدينة. طبعا ما يبي لها كلام، join the defense. ايوه الحين ظهرت لنا القوات اللي داخل المدينة 655. عندي خيارين حاليا اني برضه احاول الهروب او احاول اتفاوض مع الجيش اللي برا، ما ادري صراحة، خلنا نجرب نتفاوض. تبغى تكلم من؟ يقول لي تقابل من أوروس اللي هو قائدهم. تعال يا أوروس، يقول ايش عندك؟ I've got you concerned. الخيارات اللي طلع لي اياها، شوفوا خيلها يا شباب، والله يبالي متى راح البس خيلي كذا، تحسه حق عرفت الباكستانية يوم يضبطون سياراتهم، تحسه نفس الوضع. يقول اخلص ايش عندك ولا راح نهجم. اعتقد انك انت اللي يجب ان تستسلم، او ممكن نتصالح، او اقول له راح نقاتل. يعني ما في مجال اصلا مفاوضة، اكيد المفاوضة ما راح تفيد حاليا، هم اكثر منا، الوضع بيقلب طقطقة. يا اخي هذا هلا بي
أنكد أرمي حاضر حاضر لمساعدتنا. 647 شخص من جيش أنكد جايين يساعدونا، 600 و700 يعني 1300 قوة، وربي لا نجلد عينهم. والله توني بقول وين الدعم. أيوة في قوة طلعت. دقيقة في جلد حرب عظيمة صايرة برا القلعة، خلنا نطلع. هل في 2 و8؟ حلو خلنا نطلع. ايوه يقول لي اتاك او نرسل القوة، طبعا راح نهاجم احنا. والله في امور كثير في راسي، ودي اشوف مشكلة المحل هذه اللي ما يجيب لنا دخل، ودي اشوف قواتي هذه اطورها، بس ما انا بقادر اسوي شيء، ما انا بقادر اتنفس من يوم ما دخلت عند العرب وهم في حرب. ولكن الهدف من المشاركة معاهم ان اول شيء بيكون في دخل كبير يعطوني اياه كمرتزق مثل ما شفتوا حاليا 200 تغطي رواتب الجيوش اللي معي. غير كذا بعدين في الغزوات راح يعطوني مدن اللي نستحلها وقلاع، فراح يكون لي شأن بإذن الله عندهم. شوفوا الفرق يا شباب، شوفوا الفرق بين التحديث القديم والتحديث الجديد. شوفوا النظرة هذه، انك تجي تفرفر بالماب وتشوف القوات من قبل الهجوم. طبعا هذه كلها مش قواتي، لكن يمدينا نستعرض تشوف القادة كلهم والجيوش هذا للمرصوصين. وطبعا القادة هم ورا هناك، وهنا الخيالة اللي هم رمات الأسهم، وفيه منهم أهل الرماح هذولا أو ما في الأسهم. شوف كاتب لي فوق بالأحمر missing formation، ما عندهم رمات أسهم ولا عندهم خيالة رمات أسهم، فالظاهر أنه ما أدري أنا عندي ولا لا، يبانا يجيب لهذا. طبعا وين أنا فيهم؟ شوفوا الهلمت هذا أكيد ما هو بحقي. ورب إنك مرتزق يا أخي، أنا لازم أخذ حق اليدات هذا الدرع. شوف القادة صح، هذا أنكيد اللي حاط له جلد النمر كذا عليه. طيب وفرنا لهم المتطلبات اللي يبونها، رمات الأسهم بخليها بقيادة أوتكاست منهم اثنين، وأنا راح أخذ رمات الأسهم الخيالة برضه منهم اثنين. الشغلة الثانية اللي هو الحين أختار هذا وأقول لهم فولو مي مثلا، شوف كيف البوزيشن فولو مي وتشارج كلها ظهرت في هذا المنطقة مجرد ما أضغط F1. ممكن أخليهم واقفين هنا، شوف كيف تقدموا، وامسك هذا لهنا واعطيهم الامر اللي هو فولو مي. بحاول اني احافظ عليهم واقول بسم الله. شوف الفريمات فوق انا بالعمد مخليها يا شباب، يعني على الجيش المهول هذا 1000 ضد 1000 تقريبا. باذن الله انه ما راح تشوفون اي تقطيع، وفي تحسين كبير في الجرافيكس ان شاء الله انه يكون ملحوظ برضه في اليوتيوب. اوف شوف كلهم جايين من اليمين من هناك، أوتكاست وتاليا هم الخيالة الاثنين اللي معي. بإذن الله راح أحافظ عليهم، ضروري إنهم يموتون. شو اسمه الرفقاء من اليسار أهم شيء ما حد يجينا، كمية مهولة والله من الجيوش يا شباب. ما ودي أستعجل، شوف جاني السهم على طول، خربيته من وين؟ من هناك. شوف هذولاك مسوين الدائرة وفي الوسط رمات الأسهم وشيلدات كذا برا، دائما يستخدمون هذه الحركة. في شغلة حلوة في اللعبة إنك لو قتلت القادة، شوف هذا الرمات، لو قتلت القادة على طول معنوية الجنود تطيح وينسحبون بسهولة أو ينسحبون بسرعة. أنا تقدمت كثير. أيوة كفو، جاي يفزع لي الوحش. موت. أيوة طير روسهم اللي من حشرين زي كذا، زحمة الخيالة هنا صاروا. شيت شوف هذا تقريبا أنه قائد عندهم، هذا ان شاء الله هني بصيده. ايوه مات، حلو. امبيرير اليت كاتبارش كان مدمج اصلا. شوف كيف السلو موشن، يوم اضغط الاف 1 تصير لو كان جيشك يعني كله هذا، يعطيك مجال كبير في التفكير وتنظيم جيوشك. سلو موشن رهيب صراحه. شوف هذا لو هم يهجمون يمديك حتى توقف وتشوف حوالينك، تناظر في المعركة بسهولة وتحدد مسارك. ما ودي ادخل يا اخي لاعبي طويل مرة تدري. شوف الحصان الهارب، تعال انت ترمي على ربع من بعيد. ها ان شاء الله انا بعد المعركة ما انسى اقصر طول لاعبي، لانه يأثر كثير وانت فوق الخيل. ضرباتي كلها تكون فوقهم. حلو احنا متقدمين كثير لو تلاحظون الازرق تحت. موت. شيت هلثي مرة طايح والله يا شباب، انها متعة. خلاص الظاهر اعطاهم تشارج، طلعوا سيوفهم. يبالي يوقف هنا وتصيد.
اصير لفل شو اسمه. والله قتلت لي واحد. الله الهدات، الله اكبر، شغل نظيف والله. زاويتي شيت الزحمة. صيد، شوف منحاشين. الله اكبر، الله اكبر. خلاص يا شباب انا احترفت الارش، خلاص فزنا احلى فيكتوري. والله في احتفالية اذا ما تعرفون يا شباب، تضغط او وتختار 1 إلى 4. خلنا نشوف كم قتلنا. قتلت 15 واحد، ملوك سولدر قتل واحد، حرامي قتل واحد. والله الحرامي انه كفو حلو. اوتكاست تلفل رغم انه ما قتل احد. البول ارم يمكن انه دمج كثير، وانا طورت في البو عندي وتطورت في الحركة زايد 10 رغم اني ما تحركت كثير، بس كويس ان البو حاد اني انزل من الحصان صراحة عشان ما انسى ازيد الاثلتيك هذا اللي هو لياقة. حلو، اعطاني 6 من السجناء يمدينا نبيعهم بسهولة، وعندي 17 من 17. اول شغله صراحه ودي اسويها في هذه الحلقه اني احل مشكله المحل اللي مش مدخل علينا. طبعا شكرا على دعمكم وكومنتاتكم، ساعدتكم لي في هذه المشكله وغيرها من المشاكل. والشغله الثانيه بجي برتب موضوع الجنود واطورهم لان فيه تطويرات كثير. غير كذا عددهم 20 راح اضاعفه باذن الله في هذه الحلقه، ما اختمها الا وانا موصلهم ان شاء الله 40. شوف الانفلونس اللي هو النفوذ زاد عندنا 1.94 بعد مشاركتنا في هذه الحرب، لكن انا ودي اشوف الدخل هذا وشلون الدخل. 100 عقد المرتزقة، 100 والله نزادني 200، اما نقص هذا كذا والله لا اسحب على ابو جدهم. كلنا مدمجين 1% هلثنا، وفوق هذا ينقص من شو اسمه رستي فاين ستيل. هذا بوديه الحداد بفككه وراح استفيد منه، راح ارويكم ان شاء الله. وهذه الملابس كلها الغريضات الباقية راح نتاجر فيها او نبيعها. اعدادنا كويسة داخل، انا ما ودي انهم ينسحبون ويجيني جيش كذا حق مرة ثانية يكون فيه دفاع علينا او نضطر ان ندافع. المعركة للأسف كان من المفترض انها تكون داخل، وكنت متحمس اني ادافع عن القلعة من داخل القلعة واشوف المنجنيق والسواليف هذه، بس للأسف الحرب صارت برا بسبب انهم يوم شافوا الجيش مقبل حق أنكد راحوا باتجاهها، بعدين انا طلعت وشاركت فالحرب صارت في هالمنطقة. غير كذا في علامات تخبرك، خلينا نشوف يوم جيب الماوس عليها تراك بارتي سايز، يقول لك في بارتي مر من هنا حجمه 600 وشيء. في معلومات طلعت قبل شوي بس انها فاتتني، فهذه احدى الشغلات الظاهر اللي انضافت. والله انا يكفيني بس سلاسة الحروب الكبيرة، غير كذا يوم تضغط الاف 1 يعطيك سلو موشن رهيب، فراح يعطيني افضلية كبيرة في القتال. في معلومة حلوة يا شباب، اذا كانت في قلعة توها مثلا الحين قلعة العرب هذه، لنفترض اي قلعة، نفترض انهم خذوا هذه القلعة، البتانيين جو خذوا هذه القلعة من البنفسجي. أنا يوم أروح أبيع الأكل لهذه القلعة بيكون سعر الأكل متضاعف بشكل كبير، فهذه حركة حلوة يمدينا نفرفر بعدين هناك ونبيع الأكل أضعاف، لأنهم يوم حاصروا هذه المدينة طبعاً الأكل خلص على البنفسجي في هذه المدينة، فضوا الأكل من المدينة هذه كاملة، وبعدين دخلوا الفايكنج ما عندهم أي أكل، إحنا نجيبهم الأكل بيشترونه مننا بسعر متضاعف، وهذه أحد التفاصيل صراحة الرهيبة في اللعبة. الحين وجهتنا نرجع الى عسكر نشوف مشكلة المحل هذا. لا مش هنا، هنا الكلان منبر 5، غريب انه 5، وين الجيوش اللي معي؟ اوكي هذا الرفقاء واخواني وكذا او عيالي او زوجتي. والزوجة هذه يا ريت ترشحون لي الزوجة، في ترشيح واحد جاني اني اتزوج بنت ادرم، وراح نشوفها ان شاء الله في هذه الحلقة. عندي هنا تطوير مهارات، طبعا ما في تقرا من تحت الى فوق، واضحة معك. يور اتاك وذ بو اجنور 10% اوف انمي ارمر او ديكريس ذا بنالتي تو موفمنت سبيد فور ريلودينج 50%. انا هذا اللي يهمني سرعه استخدام البو، يعني يوم اتحرك واجي هذا 50% من السرعه راح تروح. انا راح اصيد اي معارك كثير ضد قطاعين الطرق واستخدم البو، راح اطوره ان شاء الله. طبعا راح اسوي كتل هذه اللقطات عشان لا يكون في تكرار. التشارم اتطور عندي بسبب اني اقود الجيش اللي هو مكون من شخصين قبل شوي. هنا يقول لك جين 5 شهرتي تزيد 5 كل ما فزت في بطوله تورنمنت، وهذا الشيء اللي اريده. او 30% مور لايكلي تو هاف تشيلدرن، يعني 30% انه يصير عندك اطفال. ما عليكم الاطفال موضوعهم عندي، خلنا في 5% الشهره. عندنا هنا مهاره اللي يجيني كل ما تطورت 4 ليفلات راح اطوره صراحه. الميديسن والانجينيرنج انا الامانه ودي اسحب عليه لانه راح اجيب لي رفقاء يكونون تركيزهم على الانجينيرنج والميديسن. ودي اطور الستيورد عشان الليمت اللي هو 50 راح ازيده اللي هو جيشي،
وحرام أعطي السطر هذا كله تطوير. جتني نصيحة أني ما أركز على كل شيء، فهذا الكلام طبقا على هذه النصيحة. الهورس رايدنج استخدم الخيل كثير فما يحتاج، والسيف نفس الكلام. البو أتوقع طورته كفاية، يبيلها حبة زيادة لأني تأخرت صراحة في موضوع البو. أثرتك يتطور بصورة كافية. السميثنج راح أسحب عليه برضه، راح أجيب لي رفيق يكون حداد تخصصه في هذا الشيء. الثروينج مهم، ضرب 5 سرعة التعلم فيه فكفاية. كروسبو جعله ما تتطور، وصلته 34 وأنا مجبور. الليدر شيب مهم والشارم مهم، فبطور هذا السطر. ليدر شيب مهم عشان معنوية الجيوش اللي معي ما يهربون علي في وسط مثل ما كنت تشوفون، فبطورها قدر الإمكان تكون الروح المعنوية عندهم مرتفعة جيوشي. فبما أني بطور الجيوش ضروري أني أطور هذا معه. وين المحل يا أخي؟ أنا ضيعته. شوف سرعة التنقل في القوائم هذه، والله يا شباب أنها كانت جحيم بالنسبة لي مع عمود العربي، كان مرة بطيء. تعرف اللي كنت تلعب لعبة على لابتوب فجأة اشترت لك تجميع بي سي كذا وجيت تلعب تشوف سلاسة اللعبة، هذا شعوري حاليا مع هذا التحديث. اي والله. تعال الحين يا أدرم خلنا نشوف بنته. بناته عنده مارا عداس وأروى، وعنده طارق. مارا وأروى، مارا عمرها 46، جنرس وهونست صادقة، أمورها طيبة، ركوب الخيل 100، التشارم عندها كويس، الستيورد عندها ممتاز، والتجارة عندها كويسة. أما بنتها الثانية اللي هي أروى، والله أروى أجمل صراحة، عمرها 23. أوكي واضح إنه كان يقصد أروى. عنده يا شاتر يا إلهي يا إلهي. خلاص يا شباب بنروح نخطبها أروى، نعطيها فيفرت، وبإذن الله أنها زوجة المستقبل. أهم شيء لا تنخطب، لا تروح علينا. الحين لازم أنك تكون حذر وأنت تمشى في هذا المناطق. يا أخي فيه كويست هنا، دقيق خلنا ناخذه، لأن لو فيه قوافل من الأزرق هذه، لأن عندهم مثل ما تشوفون مدينة هنا، فأكيد هنا جالسين يفرفرون، فضروري يكون حذر. يعني ما أقابل لي جيش من 200-300 جالس يتمشى وأنا مسرع الوقت. هذا عنده ميشن اسكورت مرشنت كارفان. أبشر، يباني أمشي مع حماية يعني، عرفت؟ خايف أنه ينهبون منه الكرفان أو المارد اللي معه. بيعطيني 360، أنا ودي أضبط العلاقة حاليا، مش مسألة الفلوس على أساس أني بطران. Don't worry I escort my شو اسمه by myself. يقولي ينتظرك الحلو هذا برا إن شاء الله. أنا ما ندخل في حرب قوية، تعال خلنا نجند اللي نقدر عليه. كم حاليا فلوسي؟ فلوسي 11 وات مين بارتي وج يشلون 130. طيب وين الدخل حق المرتزقة؟ في علامة تعجب هنا مع تيس. دقيقة خلنا ندخل. Go to the Lord شال. طيب الحلو هذا اللي برا بينتظرني إن شاء الله، اللي طالبيني سكورت. السلام عليكم، وينه؟ شوف كيف جالس. السلام عليك يا تيس، وجهك غريب علي، إيش اسمك؟ وانتد من أنت؟ حلوة من أنت صح؟ تشوف واحد جالس كده تقوله من أنت. I'm تيس من بنو خلد the most مدري ايش وهياط. اوكي I am Lord فسترم يا ابن الذين اعطوك فسترم هو بيار. طيب ماسك المدينتين هذه، واضح انها بدأ يتفرع. اخلص علينا ايش عندك. Can you tell me anything about a sad day for بني خلد؟ حلو، هذا الشخص الرابع في المشن الرئيسي يا شباب، الحمد لله. يعني مش لازم نروح المدن الثانية، ممكن كل نبلاء العرب. السلام عليكم. الساد دي ليش الساد دي؟ يوم حزين بالنسبة لبنو خلد. يقول لك كان في محارب اسمه نيمر من بني سران، كان شجاع. المهم انه يقول لك البزارين هذا يحبون الحروب، فحب انه يقود الرجال للحرب. وانكيد تركه، وانكيد بعض الأحيان ضعيف. بروح بخبره ترى، والله لا اروح اخبره، خليه يجلدك ويسحب شو اسمه هذه منك المدينة اللي تو نشتغل في التانين هنا. المهم يقول لك راحوا معه رجال او عيال صغار كثير، ماتوا منهم المئات وما استفدنا اي شيء. اما بالنسبة للنيمر هذا اللي يعتبرونه الناس صار هيرو رغم انه خرطي ونكبهم. يقول لك غرور نيمر ما توقف هناك، كل ما يتضاعف سبب لهم المشاكل كثير، وسبب إهانة كبيرة. ما راح يخبرني وش هذه الإهانة لأنها لم تعد موجودة حاليا، مسحوها بالطريقة التقليدية. You may ask someone else، اسأل شخص ثاني عنها. ويجلسوني مشوروني في هذا المشن، بس الحمد لله كويس أني انتبهت على هذا وش اسمه قابلت الوحش هذا. السلام عليكم. هذه قلعتهم البسيطة، جالس يفكر هنا ويلعب شطرنج مع نفسه. حركات النبلاء والزعماء والحكماء اصبروا علي شوي كذا، كن معي جيش وممالك، بتشوفوني أبدأ الحلقة كذا وأنا ألعب شطرنج مع نفسي.
حاليا بس اشرب 7 اب. هلا بالوحش جاي يركض يا اخي فولومي مش كذا الله يرحم شنبك، عطني مسافه اتنفس. مسكين اوتكاست والله مسكين ذا الذيب. يا سلام انا ضغط بالغلط، كان ودي اخرج لكن اقسم بالله يا شباب عشان تعرفون الفرق. تذكرون كيف كانت المدينه؟ شوف كيف صارت يا الهي. ممكن تشوفون الشاشه متوسعه كذا كثير لاني رافع الفيلد اوف فيو، حبيتها كذا صراحه، تحس لعبك يمشي اسرع رغم انه بطيء في الحقيقه. تعرفون نظام كول اوف ديوتي وباتل فيلد. هذا محل الجلود، ذكرني والله المحل. يلا خلينا نستعجل. هي هذا ما زالت عنده علامه تعجب، الحرب ما راح توقف. ايش تريد؟ اي نيد مور ريكرومنت شبل زمر كاسل، لاني راح اكون مشغول في مكان ثاني. يباني اوظف او اجند 4 من المملوك اكس مان اند برينج ذم تو ذا جارسن فور مي. ابشر ابشر، يباني اجند 4 مملوك اكس مان. راح 2010 والله تبشر يا طول العمر. حاضر سيدي. 2010 والله مطلوبه، بتفيدنا تجميع المهر. نجي هنا المدينة ركروت تروبس، يا رب ان نحصل الاكس هذا اللي يباه. امبيرير ارشر، تعال يا ارشر، ربي جابك. و اتوقع الارشر حق العرب، انا نسيت اني مش في جنود العرب حاليا. هذول التجار مش عرب، لكن ممكن نقارنه مع العربي، وش رايكم؟ خله يا رجال خله، هذا بيمشورني. طيب ممكن الجيش اللي معي اطوره واعطيه، خلينا نشوف. المملوك انا عندي مملوك 4، حلو والله كانه يعرف الجيش اللي معي. خلينا نفتح القائمة حقهم. شو حاليا عندي المملوك هنا، ممكن احوه. هو يريده وين؟ الاكس، هذا هو اكسمن. اوكي يباني طور 4 اكسمن، يعني اليمين، تطويرة اليمين مش تطويرة اليسار. هذه حاليا راتبه 3، بيصير كم؟ وين راح؟ هذا هو اكسمن، بيصير 5. طيب تعال 1 2 3 4. للأسف هذا اللي انا اريدهم، وكان من المفترض بدل لا احولهم الى الاكس احولهم لهذا الاتجاه، وبعدين هذا الاتجاه اللي هم رمات الاسهم، وبعدين برضو اقوى رمات الاسهم بيكونوا 130 في البو والرايدنج 130. لكن الاكس من اللي هم يمسكون الفاس اتجاه ما اريده، ولكن راح يفكني من شيء اسمه المشن. والتطويرات هذه الاربعة كلها ب 100، يعني الوحدة كانت ب 25. وكذا خلصنا مشن الوحش. اوكي الليدرشيب زاد عندي الظاهر، جين 2 سكيل بوينت ان ليدرشيب، وصلت الى 9. شو هذا الانجليزي واضح الحين، والله العربي كان بهذلني من هذه الناحيه. ربي واضح انه ملان. يا تيس امير تيس، اوه معليش يباني ارسلهم الى شبل زمر كاسل. خلينا نسوي عليها تراك. شبال شبال جبال، هذه شكلها جبال الله يخرب بيتكم يا الانجليزي. جبال زمر سويت عليها تراك، هذه الحمد لله انها قريبه مش بعيده كثير. اوكي خلنا نوجه لها، توكل على الله. قبل لا نروح خلنا نشتري شوية ملح وشوية تمور. يا اخي ودي ابدل الدرع صراحة، اشوف له شيء كذا. يا سلام هذا بألف، اقسم بالله انه رهيب والله. شفت سعره بس انا كذا حبيت اني اجربه معاكم، ما شفت شكله بس ضابط. هذا ودي اغيره صراحة، هذا حسيته رخيص الحين. خلنا نشوف الاكتاف اللي اضافوها في التحديث، يقولون هذا الكتف شفته من قبل، ممكن في شيء. ايوه هذا كتف جديد ايرون. وات هذا اللي انا لابسه؟ 0 ارم ارمر، بس هذاك بادي ارمر وهذا ارم. هنا نتحدث. طبعا في دروع ب 11000 و7000، بس حنا يعني على قد حالنا، عرفت؟ نطور حبه حبه. ما ودي اطير فلوس المهر، بس للاسف ما حصلت اللي هو حق اليد هذا زي ما شفنا القاده قبل شوي. المهم مالكم بطويل، اخذت سولت وكلي، تكلفتهم مثل ما تشوفون 800 و1000، والارمر هذا ب 1700، والكتف الرهيب هذا ب 324، بعت قريب ب 1000. ودي كل اللي اشتريه صراحه يكون سعر 1000 حتى اني اعرف فائدتي. خلينا نشوف الاوردرات، ممكن احصل اوردرات. هنا في اوردر حلو، عندي هاردوود 29، برويكم فائده الحداده. خلنا مثلا نلفل هذا في تحويل الهاردوود الى تشاركول، نخلي مثلا 7 هاردوود، البقيه بنحولها الى فحم. بعدين بمسك شخصيتي، نخلص مثلا هذا الاوردر. الاوردر هذا مشكله صعوبه فيه 26، انا سميثنج 17، ما راح اقدر اضبط السكين هذا اللي طالبها بالشكل المطلوب، بس بنحاول. شوفوا هنا احمر احمر، حتى تغيير طول السكين ممكن يسهل علينا. لا والله كل ما طولتها افضل. اوكي خلينا نجرب، بسم الله. افا كلاينت ديسبليزد، مستاء بسبب ما قدرت اوصل، يقول هذا مش اللي طلبته، لكن راح اقص منك 150 وراح يعطيني 91. حلو حصلنا شيء لا باس.
اللي يهمني ان نطور مهارتنا. غير كذا كل ما اضغط تحويل هذا مثل ما تشوفون راح تلفل شخصيتي. حاليا سميثنج سكيل 18 وعند هذا 11. الحدادة منها نصيب طيب من الرزق، ولكن قدام شوية يا اخي ودي اغير رايتي صراحة. شو رايكم اخلي الصقر هذا؟ اتوقع انه مميز مش موجود في الخريطة لانه الاسود عاجبني. اوه تغيير الكاميرا والله احسه رهيب. هذا كيف يكون في الدرع؟ احس صقر كذا سمبل ومش موجود فيه، لان شوف يوم يكون هذا مشابه كان السيف والله ما ينشاف بسهولة. صحيح انا قلت بغير يمديني البسه وانا الحلقة الاولى كاشف الدنيا. ودي اغير طوله صراحة انا قصر، احس هيبته بتروح. بس خلنا نجرب مثلا كذا، هذه فخامة الصوت هنا. حلو يمديني اعدل الشخصية مش حادينك بس في البداية. اوه يور كرف ذا كرفان از هذا هو. شيت نسيت ان عندي مشن. امشي في امان الله. هلب كرفان البريوري اللي معطيني المشن. والله العظيم انا ما حد يعطيني مشن اقسم بالله. دخلت لي حداد ونسيت ابو السالفة. كم عددهم حتى ما انتبهت. اوكي عندي ثلاث رمات اسهم واثنين اسهم خيالة. هذا اللي راح اعطيهم امر اللي هو انجيج. انجيج هذا وش فائدته يا شباب؟ هذا نفس الشيء انجيج. هذا يهجمون بس يخلون دائما المسافة، يوم يقربون من العدو يخلون مسافة بينهم وبين العدو بحيث انهم يقدرون يرمون. تالي بيعطيها الرمات الاسهم العاديين. واوتكاست عنده الرايدنج 100 والله حتى افضل مني. بخليه يقود رمات الاسهم الخيالة طبعا. شوف كاتب لي هنا انجيج انجيج. وهنا انجيج. اوريدي بسم الله. اتوقع كان المفروض اني احولهم يمين ويسار. شوف الصقر اتوقع افضل. حلو عددنا اكبر منهم مثل ما تشوفون فوق، لان الكرفان اصلا في لها يا ولد الاشجار هذه تدري حلوه ضد الخياله، يعني يوم تكون في حرب شوف كيف على طول يتعرقلون الكمبيوتر يصقعون في الاشجار. فتقدر تحط كمين مثلا، تحط جنودك في وسط الاشجار تمركزهم. والله حركه حلوه ويجون الخياله ينجلدون بالاشجار ويطيحون عند شو اسمه الجنود. والله يا شباب ادري ان الوضوح بيكون سيء، لكن صدقوني الذهبي هذا تطوير جميل جدا. والدرع والله الصقر واضح صراحه يمديك تشوف جيوشك. الكرفان كان فيه له 10 اشخاص، احنا قتلنا 11 وهم قتلوا 10. مشن زي هذا والله رهيب. واخذنا واحد سجين ولوت طيب، وفوق هذا فلوس من المشن نفسه. ولا وناخذ شو اسمه انفلونس. ايوه الحين رجع يعطيني 100. وركشوب انكم اخيرا انا رايح احل المشكله 23. ايوه هذا الدليل ان ايش المنتجات اللي شو اسمه توصله او اللي انا موصي عليه فيها نقص، فراح اغير الظاهر انتاجه. راح نساعدهم مره ثانيه. شوف الجمال هذا اللي محمله الاغراض، نزلوا الاغراض وراحوا يقاتلون. يا اخي والله شيء رهيب. انا هالمره بتعامل بالاسهم، حالة تطوير سريع، 3 في الركض و2 من الاسهم. اجمل شيء في الموضوع يا شباب انه جاي الكرفان بنفس المكان اللي انا رايح له. اشعر بامان انك تمشي ورانا. بليز كونتينيو فولو ماي فريند. اوه لاني جيت ضغط عليه بالغلط. المهم يا شباب انه جاي نفس المكان اللي ودنا نعطي. شوف مارين مش نفس المكان بس مارين من عنده. خلنا نروح سريع قبل لا يقابلون لوترز. ابروتش ذا جيت توك تو ذا مدري ايش كوماندر جارسن كوماندر. اوه يقول نحن بانتظارك. خبرهم هذاك اني برسل. هير ار يور من ثانك يو. الحين اعطيته الاربعه وصار عددنا 15. في واحد مات عندنا. ريكوست انتر كونتينيو. ما في اي احد هنا اخذ منه جنود. شيء توهقنا يا شباب. طبعا ليه يحط جنود هنا؟ لانه قريبه القلعه من شو اسمه. في حركه لو ضغط الت وكليك يسار على هذا راح يمشي معاه بنفس السرعه بالضبط، حتى لو كنت انت اسرع منه. ممكن تضغط الت وكليك يسار على اي شخص او اي جيش ويتم يلاحقه. فهذا اختصار حلو ممكن اللي يلعب ما يعرفه. ركروت تروبس. حلو حصلنا رامي سهام هنا في المدينه. شيل عنده المملوك. حلو باخذه. اسيراي مملوك. تطوير الثاني اعطاني اياها على طول، ممكن اطوره الى خيال وبعدين رامي السهام. فهذا اللي يحتاج انا. اسيراي الكروت. اسيراي مملوك. اعطنا واحد. هذا فوتمان. فوتمان الظاهر انه ممتاز بالسيف الخط الامامي هذا. اعطنا اياه. عندنا اكسمان نفس اللي جبناها من المدينه، خلنا ناخذه. واللي معي اتوقع اقدر اطورهم. خلنا نزيد 2. اللي معي اقدر اطورهم الى رمات اسهم، فهذا بالسيوف.
بيكون في ترتيب طيب ان شاء الله. الحين هذا المشن لسه ما خلص حق الكرفان، واحد من اثنين، هذا كله على 400 دينار. وات في احصنة تنباع ب 35 يا شباب. الديزرت هورس خوينا 180 عندهم، في شيء غريب والله. بلاش، لان جنودي لازم اطورهم واعطيهم الخيول. انا نسيت ما افكك الاسلحة اللي معي. شوف الاسلحة اللي تلقاها من اللوترز ممكن تجلس تفككها. Are you sure you want to smell this؟ لا لا لا، هذا مثبته من ضمن الاسلحة. انا هذا شوف يعطينا موارد طيبة. شوف يعطينا التنبيه هذا ليه؟ لان مثلا هذا السيف اللي انا استخدمه، او هذا اللي انا معطيه الرماح الى اخوياي الرفقاء، يكون مثلا عندهم في الانفنتوري نفس هذا السلاح قبل شوي، ولا هذا الاثنين. وركشوب 58 صار يدخل. خلنا نسوي اتباع على هذا ونمشي الوقت. مفروض انه يمشي مع الكرفان اول ما يطلع. وين عسكر؟ وي ار ترافلينج. اوكي طلع الكرفان، والحين ربي انه بيطلع ال 400 من عيني. فهذه مشكلة الكرفان، لو اني استاجرت واحدة بدال المحل كان كل شوي يقولون لي والله خسرنا اغراضنا، هجموا علينا لوترز. هذا الليدر شوب عندها صفر صراحة، لازم اجيب لي كومبانيون زي الناس. تالي هذه شكلي بطيرها. شوف الجيش واقف هناك، مسافة قصيرة، مش نفس اول تحديث كانت تنتظر ساعتين عشان توصلهم. رماة الاسهم لابد ان نوديهم من هذا المكان، لان التل هذا مرتفع مثل ما تشوفون. ضروري جدا في هذا اللعبة انك تشوف الاماكن المرتفعة من اماكن النزول، فهذا نفس الكفر لهم. هذا اخر واحد يا شباب جالس يملطشنا. بس الجميل في الموضوع يوم مساعده يعطيني 2 ريناو اللي هو الشهرة، والانفلونس اللي هو تأثير 3.5، والله ارقام حلوة. و 50% يعطوني من اللوت غير تطويرات وشغلات ثانية الرهيبة. حلو، وصلنا الى رازيه ريليشن شيب 6 من 6 تقريبا مع اخوينا هذاك اللي اعطانا المشن. هنا نشوف ركروت، بسبب ان زادت شهرتي ظاهر في هذه المنطقة فقام يفتح لي شغلات طيبة جديدة. جميل، خيالة، اول خيال اشله مش حرامي. شيل واحد مملوك زيادة. الحين جيشي بدأ يكون من الناس المتطورة. محلي وش خباره؟ 66 يعطيني. حلوين، يعني ما زال حتى بعد ما جنت ما زال بلس عندي. خلني بجلس برتب جيوشي. اول بريزنر اول شيء نطيرهم. وفي بطولة هنا ان شاء الله راح اشارك فيها. Go to the tavern. اوكي والله حلو، 600 من البريزنرز اللي معي. وخلنا نروح نسوي تبرع بالحرامي اللي معانا، والحرامي الثاني هذا المملوك. ما اريد اي حرامية حاليا، نظفنا جيوشنا كلها من الحرامية، رغم ان هذا صراحة عاجبني يا شباب، والله انه ممتاز هذا، ولسه ما طورته يا اخي، كان ولاءه طيب معي. لا 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 والله الحرامي صراحة يا شباب واسطة، حرامية هذول الاثنين واسطة. طيب يا شباب، هذا جيشي بالترتيب. اقوى شيء عندي حاليا اللي هو تير 4 اللي هو المملوك اللي قبل شوي شريناه، وبعده يجي الحرامي تير 4، وبعدها السهام تير 3 تير 3، وكذا الترتيب ماشي. خلنا نمسك اقل شيء هذا الاسيراي بيسنت، هم 5 اصلا فيمدينا اطورهم كلهم. اوه هذا قبل الريكروت، متى شريتهم انا هذا؟ كنترول يقول لك تو دو اول. اوكي كلهم الحين تحولوا الى اسيراي ريكروت، وبعدين تجلس تنتظر على بال ما تطورهم. سالفه والله. حلو، مملوك عندنا واحد يمدينا نطوره ونحوله الى اسيراي خيال. طبعا بياخذ واحد من الاحصنه مو مشكله. عندي 2 ترايبز مان تقريبا رجال قبليين هذلهم، هذلا راح احولهم رماة اسهم اثنينهم. عندي واحد 2 يتطورون برضه من رماة الاسهم، هذلا امبيريور مش العرب، يمدين يطورهم بعد، يكون كروسبو او هنا تير 4 من رماة الاسهم. هذا هو صار تير 4 امبيريور، هم الوحيدين مش عرب. المهم تير 4 رماة الاسهم عندهم البو 100، بينما الاسيراي تير 4 برضه البو 100. ممكن احط لكم الصورة كذا جنب بعض من باب المقارنة، وبنشوف اذا كان يفرق ولا لا. التير الاخير تير 5، هذا الفرق بين الاثنين، راح احط لكم اياه جنب الى جنب برضه. وهذه المقارنة راح اشوفها بنفسي وراح تفيدني في تطويراتي، هل اكمل بالعرب ولا امكس بينهم. الاثلتيك زاد عندي، ممكن انقص 15% من وزن الاسلحة يوم امشي، او وزن الدروع، ويكون لاعبي اخف. الهاندلنج راح يزيد 10% تحكم الاسلحة. انا ودي صراحة اخفف لاعبي فبختار اللي فوق. في فكرة افضل، بما ان فلوسي 15000 راح اشتري محل ثاني في سنالة. حنا محلنا الاول في اسكر، المحل الثاني في سنالة.
شت هنا يقول لك البطولة فيها أربع لوردز وذ ريناوند فايتس مشهورين بالسكيلز. هذه البطولة اللي شكلي بنجلد فيها، عشان كذا راح أسوي لكم سكيب، برويكم جائزة البطولة بس. 100 ووبن يا رجال عادي، براهن ونشوف ايش يصير معنا. أقسم بالله يا شباب أن يوم لعبي قصير أن تحكمي بالأسلحة صار أفضل، حتى لو كان ماسك الدرع، شوف حتى لو كان ماسك الدرع يجي تيجي ضربة السيف مضبوطة كذا على الهد. وربي ما عرفت نفسي وانا اتغلب على اثنين. طبعا ما يحتاج اقول لكم يا شباب، اوه انفلونس 5 هذا اتوقع بسبب المهارة اللي استخدمتها، وهذا السلاح البطولة، وهذه جائزة البطولة، وحصلنا على 1300 هدية. الصراحة شعار الصقرة عجبني. عندنا مشن هنا ذا سلايسر، خلينا نشوف ايش عنده. يقول عندي مشكلة مع خريسة ذا كات، اوكي واضح انها شريرة، واصدقائها ادرم وتيس وتلس قادة العرب. يقول جماعتها تزعج المحلات والملاك، ملاك المحلات يطالبون بفلوس. وخلنا أقول لك شيء، ملاك المحلات هذولا هم البقر حقي، وما راح أسمح لأي أحد ثاني يحلبهم حرفيا، والله كاتب كذا الله يكرمكم. فأريد أعلمهم درس الوسخين هذا، لو أحتاج منك مساعدة. عندي الخيار أني أترك الكومبانيون مع أربعة، أخليهم أربع أيام مع 5 جنود تقريبا أو 4 جنود ويخلصون للمشن، بس راح اخلصها بنفسي لان ما اريد اي احد يموت حاليا، ودي اكثر الجيوش. فخطته انه يغزيهم في الليل، خلينا نشوف. اوكي يبان انتظر 4 ايام، 4 ايام كثير. خلينا نشوف لنا شغله حوالين هنا. لقيت لي نوعين من البو، نوردك شورت بو وسمبل شورت بو. انا اللي عندي تير 2 مثل ما تشوفون على اليمين بالاحمر، فهذا افضل بكل شيء، بالدمج بالدقه الاكيرسي والسبيد. فباخذ الشورت، اتوقع راح اطور مهاراتي فيه افضل. لا والله افضل بكثير، هذا راح اطوره اسرع بكثير. معلش 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 بغى ينحاش. نجزر لنا وقت، ناخذ لنا انفلونس ريناو وكل شيء ولوترز ولوت. موضوع التجاره يا شباب اللي كان ودي اكلمكم عليه، مثلا الحين وين سينالا او سنالة، هذه سنالة تجي تضغط على اسمها كليك يمين مثلا، يقول لك الفيليج اللي جالسين يجيبون لها الموارد. هنا فيه 4، كل واحد منهم شوف مكتوب برايمري برودكشن، البرودكشن هنا جرين اللي هو الحبوب، هنا جرين وهنا فيش وهذا جرين، يعني 3 جرين. في انواع مصادر بحط لكم صورتين، الصورتين هذا اللي بتشوفون اسامي المحلات، لكن على اليسار ايش المنتجات اللي مفروض تدخل الى هذا المصانع، وعلى اليمين بتشوفون المصانع هذه وش راح تنتج. فمثلا الجرين راح يدخل المصنع البريوري تقريبا اسمه، وبيعطيك النبيذ اللي هو البير. فالحين انت تعرف ايش اكثر محل راح يجيب لك دخل في هذه المنطقة. وهذا في الاصدار الاخير واضح وضوح الشمس، ما هو بنفس الاصدار اللي قبل، ما يعلمك. لكن النقطة الثانية والأخيرة وأهم شيء أنك تيجي تشوف سنالة وش المحلات اللي موجودة فيها، فهذا اللي راح أسوي فيه. إذا كان في واحد بريوري وفاتح محل أوريدي في هذا المكان، فهذا راح ينافسك ويخرب عليك الدخل، فضروري تنتبه لهذه الشغلتين. حلو، نظفت لي شوية قطعين طرق، وصل عندي 11 الانفلونس، ويا سلام وصل 300 العقد. الظاهر كل ما زدت انظف الاماكن ويزيد الانفلونس يعطوني عقد المرتزقه مبلغ اكبر، والله اذا كذا بيكون شيء رهيب. ايش هذا؟ ميرج اوفر هاز ارايفد. جاني شخص يقول لي ايش رايك من لوكان هيد اوف اوستيكوس يقدم يد بنته زوانا، ظاهر ماري نوجان، نوجان اخوي فروم يور كلان، لايقين على بعض، دو يو اكسبت؟
والله خلنا نفكر في الموضوع. أليا ريتش عمره 16، لازم نخصص لها شو اسمه هذا أخته، نخصص مهاراتها، توزيع مهاراتها. أول شيء طبعا القتال، هو الانجينيرينج مرتفع عندها، شكلها بركزها على الانجينيرينج. التاكتيك أوكي، بس مهارتين أوزع لها. روتوار ذا سلايسر، السلام عليكم، I wish to buy، لا about the task you give me. ما زال يجمع في الرجال. اوف، ما حد شاف، ما حد شاف، والله كنت اجرب بس. يمدينا ننزل في الخيل، الامور طيبه يا رجال. قائد المرتزقه، وات ذا ساوثرن، صنع السلام. من قال لكم تصنعون السلام؟ من سمح لكم تصنعون السلام؟ خذوا منهم فسترم وصنع السلام. يا اخي مسخين العرب. ياخذون بريك، انا ابغى اشطح الموروس وانتم مدري ايش. والله لازم ننشأ مملكتنا الخاصة، ما حد يتحكم في السلام ما سلام. البتانيين هذا لموقعهم استراتيجي صراحة في الوسط، ينجلدون من الجميع، فأنا حسيت على عمري الحين وبجلس أكثر من الجنود هذولا، لأن الوضع صراحة مفروض حتى ما أربط فلوسي بالهذا، لأني أنا بتاجر. 270 الحين يزيد دخلي، ما أريد 270، أريد جنود يتدربون. عطنا هنا واحد، هذا الركروت ما أريدهم، عطنا واحد هنا مملوك. اي واحد عنده تطوير يا سلام، كلهم يتطورون. اي واحد يريد تطوير شيل تطوير. ارشر الحين صار هنا حلو، البو 70 عنده. فوتمان شيل تطوير. الاكسمان ايش بيتطور؟ الاكسمان يتطور مملوك جارد، 1 هاند 60، 2 هاند 100، واضح انه مع سلاح 2 هاند. شيل اكس بيدين، حتى دروعهم تطورت. يا سلام، دام كذا ابو الفله شوف لبسه كيف كان وكيف بيصير. ايوه يا شيخ، لانه ما يمديني ابدل دروعهم، وهذا شيء ممتاز اني ما اقدر، ولا كان صدعه راس صراحه. يكفي الكومبانيون اللي ابدلهم بس. هذا وين هذا؟ هذا هنا اطوره الى اباه خيال لو تقدر. ريكواير وار ماونت، لازم خيل حربي. يا صديق عطنا وور ماونت، هذا وور ماونت شوف بالاخضر، حلو. امبرير 200، وهذا برضه ستبت وور هورس. اي واحد اسرع، هذا تاير 1، هذا تاير 2، سرعه 50، هذا افضل. بس ب 500 الخيل يا رجال تستاهل. شيل اثنين، شيل، الله اكبر. هنا نتحدث مملوك تطوير، خمسه منهم كلهم هنا كنترول. فور هورس ستوب جريد، والله الديزرت هورس كله تقريبا بيطير، اللي معاي بتاجر فيه على اساس. هذا نجندهم البريزنرز، نسوي لهم دونيت 4 لوترز، خلينا نشوف كم يعطينا. 11.3 59، ما ادري وش الفائده يوم اسوي دونيت، المفروض انه يزيدني. حلو، حصلنا لنا بطوله على سيف داون بريكر سريع سريع. صراحة إذا كل ما بزيد ريناو بيزيد لي الكونتراكت هذا، عسل. حلو، الستيور تطور، عندنا مهارة نعطيه اول تروب جين 2 ديلي اكس بي، جميع القوات يحصلون 2 اكس بي يوميا، تير 4 بس يحصلون بلس 4 يوميا، خلى الكل 2 وخلاص. شوف هذه احدى المدن الثانية، فيه مشن عندنا عند احد الحلوين هنا. ساعد البنت يا ولد، ما منك فايدة. جايب خير، دخلت على وجهك طالع بخيله بيوت الناس. وينك يا راعي المشن؟ نعطيه اختصار سريع، المهم سالفه فيها ألف يا شباب. اسهل طريقه تجي هنا، هذا الشخص يقول لك خسر ارض بينما كان يلعب العاب في التفرن، يباني اروح العب لعبه وافوز. يتولد هم ذات شيت، انت كبنا ما اعرف العب اللعبه هذيك. الله والله على العود هذا. يبي لها نعطيها جيم نجرب. اوه هذا هو، لقيت المطرب يا شباب. والله يبي لها يا ولد. عطنا واحد جاء لو سمحت،
الجلسة العربية. لا يا طيب شغل النغمة اللي قبل شوي. وش الجلسة هذه؟ يبون ديد لاند اي اريد افوز عليها مرة ثانية. يقول حط لي 1000 دينار. اوكي يعني اذا دفعت له 1000 يرسيب 800، دفعت 1000 رجع لي 800. ايش السالفة يا شباب؟ والله فكنا من اللعبة هذه. كان بيعطيني 1000 النصاب. يلا كان اشترت السمعة ب 200. واتى الليل. ار يو شور يو ونت تو فايت؟ ار يو ريدي؟ ريدي يخرب بيتك ريدي، روح روح لساعة انتظرها اخرتها. ار يو ريدي؟ حليله هذول كلهم جنودي. اوه جايب اوه حرب العصابات. كامينج تو فايت مي؟ ايه تقول المدينة هذه تسعنا كلنا يا ابن الحلال، ما يحتاج إراقة الدماء. بس إذا أنت تريد إراقة الدماء فأنا جاهزة. شوف النظرة بس، شوف النظرة، واضح أنها جاهزة هي شعرها هذا. دقودكم هذه، دقودكم هذه يا الخمم. I give you my word. أوه أعطيت كلمة هلا السلايسر وكلمتي ما تنشر. الله أكبر عليك. أو الخيار الثاني ادفع لي 1620 وأسحب على أبو كلمتي. You regret this، بتندم على هذا. شوف من يندم. هذا الليدر صقعنا راسه ضربة واحدة. وخر شوي يا شباب، خلونا نشوف. بندمنا بندمنا وربي ولا شيء ولا شيء، بس اهم شيء قتلنا القائد بنفسنا. خلنا معاهم معاهم. شكلي المدني هذا لازم اغيره والله، مره قبيح. كم كان منهم؟ 14 واحد يا رجال. قتلوا 2. لا بس حلو ما ماتوا. اوه جود فايت. هير يور هات الفلوس، خلص علينا 810. يلا تمشي الحال. لازم احلل الجيش الحين، ادخلهم مرتزقه واسوي محاكاه محاكاه محاكاه، وجيب غنايم جيب غنايم برزنر وكذا. خلنا نوصلهم 30. ريليشن شيب زيد، كل شيء زيد. خلنا نكمل مسيرتنا الحين. وين السناله هذه؟ يا بعد السناله والله. في شيء غريب يا شباب، هجمت على اللوترز مع تحديث الاخير طلع لي اياهم تروبز، ما طلع لي اياهم بريزنرز كلهم، وجاب لي اشكالهم. شوف مطورين خياله واسهم اسيراي، والله شيء غريب صراحه. بور تشامبيون، في تشامبيون بينهم 100. والله كويس، شيل شيلهم كلهم والبريزنرز برضه. واحلى لوت. اوه في جمال يا شباب، كاملز 126 باك كامل. حلو هذا بدل الحمير يعني اكرمكم الله. ممكن نستبدلهم ب، خلينا نشيل واحد نزيد الحموله. حلو يزيد لنا 100، والله سعره جدا رخيص 42. وهذا 126 اتوقع راح يفيدونا بالتجاره ممكن. هذا 126 وهذا 42. شغل نظيف والله، شغل نظيف على طول. محاكاة. في هايد اوت هنا ودي اخذه، وهذا جزء من ميشن حصلنا فلوس. تنظيف هذا شفته مرتين نظارتكم اياه تقريبا. ثلاثة آلاف تنظيف، هذا والله شيء رهيب. تزيد علاقتك معاهم. الله رقمي صار 43. مشنات حلوة والله. الحين جا دورش تزبيط المزابيط. الخيل، الخيل عندي لايت سدل 4، والله سعرها 400 يا رخصة. الله شوف عيونه كيف رتبت البارتي كله فيه، والله يستاهلون. أرمر 20 الأحصنة، كنا قبل على 10 و8 و5. نجي يا شباب في أسكر نشوف مشكلتنا. مشكلتنا هنا تنري، أتذكر أني حولته. ليه اخترت الـ This Action will cost 2000؟ أوكي مش مشكلة. 2000 صراحة موجعة، ولكن تعلمت الشغلة هذه. مثل ما قلت لكم نجي نضغط كليك يمين نشوف المدن أو القرى اللي تجيب الموارد إلى أسكر، التابعة إلى أسكر. هذه تنتج الديزرت هورس، عشان كذا الديزرت هورس رخيص هنا. مفروض ما اشتري صراحة من أسكر، مفروض أروح البرج هذا واشتري. وعندنا جرين وهنا جرين، فاثنين جرين. الجرين انتاجه ايش؟ انتاجه البري وري 76 فلوس. شيت يور بارتي لوز مورال. طبعا أنا فلوسي كلها كانت شيء 20,000 اشترت فيها الديزرت هورس. جاء درم يقولهم اقترحوا من المدن هذه نعطيها لمن؟ عنده مدينتين.
فللأسف ما أقدر أسوي بروبوزل لأن الانفلونس عندي سيء عقبال ما تكون عندي ممتلكات. جاتني رسالة من أنكد يا شباب يقول لي سمعتك بدأت تزداد وإذا حاب علاوة شيء كذا ما مكلمني شخصيا، خلنا أبيع الخيول اللي معي لاهنت بس وأبشر. حلو، أخذنا 1800 من هنا. في مشن جميل كان توصيل أغراض إلى كوياز على طريقي، خشينا بطولة في كوياز على فاسن طيب بامبو أكس. ما يعرفون وانت صار سريع بامبو 79 كت، والله احسن من السيف اللي معي 60 كت، بعدين شكله رهيب. جيش اصلا نص صاير بامبو نص مفؤوس، فيب ليش ما نجرب. الله اكبر عليك 270. لا مش كلهم مش كلهم، خلي لي شويه يعني، خلي لي يعني 20 هذه راح نعطيها الجيوش بعدين. هنا نتحدث طبعا المحل يوم بدلته ما صار يدخل علي اي دخل لين ما يروحون يجيبون الجرين وينتجون لي البيرز. حلوين، وصلنا سنالة مثل ما قلنا عندنا جرين 3 جرين 1 فش. ذا بريوري هذا اتوقع اني كلمته قبل بس ما راح يبيع، ما في الا اسوي كرفان. شمسان والله انك نكبه يا شمسان. جاني هنتر يقول لي جاي يشتكي عنده بسبب الاغراض اللي سلمته. لا وهذه بعد ذا بريور، يا سلامي عليكم، 2 بريور وهنا ايرون. هذا ما هو بتاجر، هذا جانج ليدر وهذا جانج ليدر، هذا الثلاثة ارتس مان. دقيقة انا شكيت في الوضع، هذا المرشنت مرشنت، خلنا نشوف هذا المرشنت توك. I want to buy the brewer 29,000. I must leave now، خفت معي الفلوس الكافية 33,000. والله احس انها تستاهل تضحية، والله بكون ماسك السوق عند العرب كلهم. والله يا ايفار املي في هذا المحل. يس ممكن اسوي كرفان بس ما اريد كرفان، هذا اخر الحلول، بيشيل الواحد ليدر غير كذا عليه خطورة مثل ما قلت. يب عندنا محلين الحين انتاج البير عند العرب، سربت العرب كلها على حسابي. في بطولة هنا على والله درع بدي ارمر 20، انا كم اللي عندي؟ حتى اذا ما عجبني بعطيه ببيعه او بعطيه اخوينا. اوكي تاهلت. وربي صرت اجلد اثنينات، وربي صرت اجلد اثنينات. ابلع يا شيخ، هات الدرع هات الدرع. احلى شيء ان البطولات هذه تعطيك 5 ريناو. نشوف كذا هنا 10 و8 افضل في كل شيء باثنين تقريبا، بس كيف الشكل؟ لاحظوا الشكل، اختلاف الشكل. والله هذا عاجبني اكثر الثاني، هذا اجمل. كم سعره؟ ب1000؟ ما يسوى. لبسه الذيبان هذا عنده الارمر 10، شيله يا وحش. ولبسه لبس الوحش هذا خربت الديزاين. هنا ديزاين البنت الرهيبه، بس اهم شيء لا تموت علينا سكاوت حقنا. شفتوا كيف القائد العظيم؟ افوز في البطولات واعطي الجوائز الكلان، والله نعم المرتزق. مالكم بالطويله يا شباب، حصلت لي سيف طيب دمج فيه 77، فدخلنا في النهائي ضد الفارس الحلو هذا. اوه يعطيني هذا، يختصر الموضوع. اوف عرف ان الوضع خطير عليه. خلاص كذا جالس ابكس فيها شباب بالغلط، نسيت فارس اجل. ها اباري بيدي طقطقه اكثر من كذا ما في. هذا يوم تدخل كونتر سترايك ويجيك واحد بالسكين، مقارنه بالسيف القديم طوله 114 جدا ممتاز، بيفيدني فوق الخيل. 77 كت كان 60 كت سيف القديم، بس الفاس هذا اللي كنت ابغى اجربه قبل شوي، بس المدى جدا قصير ما ينفع فوق الخيل 37. يعني باختصار هذا الخيل وهذا من غير الخيل وهذا ينباع، هذا اللي كنت ادوره والله العظيم، لان فوق الخيل موضوع الطول وحليته، بس باقي السلاح اني اطوله وخلاص.
وتم. انا اريد اكلم شخص حلو هنا زابن ادرم ماي جريتينج. خلينا نجرب يا اخي الزواج ماي اون هاند. كم فلوس؟ كم حنا معنا؟ 2000. والله ال2000 هذه بيقول لي شل ال 13. ما يرضيك. طيب وذا وذا جريد ترى، و13 حصان و20 ديزرت هورس وبامبو اكس والكروسبو حقي والفاين ستيل اللي طلعته من الحداد. طيب ما دينارز 2000 دينار شيل فوقها. راس بنته صعب يا الربع يا اخوي. سهلوا سهلوا على الناس يا اخي الزواج. ايش العالم المريض هذا؟ برايها بنتك يا ابوي، ما نباها خلاص. يا مسليف اصلا ما جيت اكلمك، اكلم ادرم يا وسخ. واخر من هنا، ودي اشوف مكافاه انكد يا شباب، لكن والله تاخرنا او طالت الحلقه بزياده. فنشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جايه. اتمنى هذه نالت اعجابكم. شكرا من تسبين القناه، وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.